على بسطة صغيرة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، هلل النازحون لشهر الصوم رغم الحرب والمآسي. فوانيس صغيرة أضاءت شوارعهم المدمرة، وجل أمنياتهم أن يعيشوا أجواء شهر رمضان بأمان وسلام. بيوتنا راحت، اهالينا، اصحابنا، حبايبنا كلهم يعني شهداء. يعني احنا بنحاول نبسط حالنا، احنا مش مبسوطين، احنا بنحاول نطلع حالنا من الضغط النفسي والغلاء المعيشي والحرب والدمار والموت. لكن باي حال عدت يا رمضان؟ شعب غزة يموت من الجوع، أزمة غذائية كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية التي تمنع إدخال المساعدات الإغاثية، وأجواء الحرب تسيطر على مختلف مناطق القطاع مع فشل كل محاولات وقف إطلاق النار حتى الآن. احنا بنريد انه يجي رمضان علينا واحنا مروحين ويكون وقف إطلاق النار وترجع فينا حياة، ونرجع ما ننامش احنا بقهر وبغلب وبوجع وبألم. احنا بدنا نعيش زي الدول الناس اللي عايش، احنا ما بدنا كل يوم حروب. وعلى الرغم من الأجواء القاتمة التي تحيط بالقطاع المنكوب، تضيء فوانيس رمضان عتمة الحرب. سكان غزة يأملون أن يدخل عليهم شهر رمضان وهم في أفضل حال رغم مرارة التجويع والحصار والقصف. رمضان رمضان.